نجم رامي جمال، الف مليون مبروك التكريم، ووجودك مصدر سعاده لينا كلنا. ربنا يخليك، ده والله الشرف ليا انا اللي موجود معاكم النهارده، الشرف ليا. استفتاء مهم في وشوشه وجمهور كبير كده دايما دعمك واقف معاك، تقول ايه للجمهور النهارده اللي بيختارك افضل بطل؟ والله انا من الناس المحظوظه بالجمهور، مش النهارده بس، انا محظوظ بالجمهور الحمد لله بقالي فتره كبيره، والنهارده طبعا فرحان جدا لان هو دي بدات اشوف النتيجه بتاعه دعم الجمهور غير النفسي، الدعم المعنوي على الارض، فدي حاجه بالنسبه لي مهمه جدا. هيخليك ده تشتغل على ايه الفتره اللي جايه وهتغني مع يعني هتلحن لمين كمان لا هو اولا الناس اللي محترم الفرصه جدا اللي انا وصلت لها بفضل ربنا وبدعم الجمهور، وعارف ان النجاح في الفتره دي حاجه صعبه جدا، فمش هنسيبها ان شاء الله. اكيد عايزين نتكلم كمان عن مش عارف حق اتكلم طبعا ازمتك اللي عشتها مؤخرا وبعض التنمر اللي انت واجهته، ترد على الناس تقول لهم ايه في وقت زي ده؟ الحمد لله انا خلاص، انا عايز اقول لهم انا بدعمكم بفضل ربنا، نازل النهارده اهو سايبه في ايدي عادي، مش شايفه الحمد لله، ما بقتش قصه بالنسبه لي مشكله. انت قمر يا رامي، انت مش محتاج تعليقك على مسلسل اللي انا اللي برضو ناقش الموضوع، وامير جميل عوض قدمت الدور، شايف ده ايه؟ بشكرها جدا، بشكر كل الكرو على المسلسل، برافو عليهم ان هم عملوا حاجه زي دي، برافو عليهم، لان القضايا مش كلها مخدرات ومش كلها بلطجه، في قضايا انسانيه مهمه جدا الناس. بالظبط. ايه جديد عندك الفتره الجايه؟ ان شاء الله انا خلصت الالبوم، بس مستني بس عشان خايف عليكم من الاغلاق مني. يا رب سنه 2020 دي تعدي بكل حاجه وحشه فيها، ونشوف 21 دي يا رب ان شاء الله سنه تساعد علينا كلنا يا رب. يلا عاشور.